عندنا مسابقة أولمبياد على مستوى الشمال السوري. عدد الطلاب المشتركين عندنا كان هناك حوالي 100 طالب من مختلف مناطق الشمال السوري. هذه الفعالية مكررة عندنا كل عام، مسابقة في مدينة إدلب ومسابقة في مدينة عفرين. عديدة سواء بتنمية سرعة البديهة أو بتنمية سرعة التركيز عند الطالب. برنامج الحساب الذهني من البرامج الممتعة جدا للأطفال، وعم بتلاقي رواج كتير كبير عندهم وعم بتحسن من مستواهم الدراسي. بدروس الحساب الذهني بنركز على المهارات الحسية والمهارات الحركية والمهارات الذهنية عند الطالب. الآن صرنا نمشي اختلط، صرنا 3 شهور عم نتدرب والآن حصلت على مركز البطل بالمستوى الثالث. اليوم شاركت في مسابقة السوربان على مستوى المحرر، منا نكون من الأوائل وبشكر قادر مدرستي.